السلام عليكم، هذا ميساج خاوتي رسولنا الغاز وصيان. وماذا بكم يا خاوتي، انا نتكلم عن المسرح العام، يعني ماذا بيا يكون تفاعل في هذه الفيديوهات باش يوصلوا للمسؤولين ولا يوصلوا لهاد الاشخاص هذوما، يعني نتكلم في بلاستيك، اللي نتكلم في بلاستيك باش نحلوا هذه المشاكل. دوكا سونال غاز ويا سيال في الدول المتقدمه، في فراشك راقد تنوض تخلص ريسيت تعاود ترقد، احنا مازلنا باش نخلص ريسيت نضرب نهار، يعني دوك سبحان الله، يعني بس خلص ريسيت انتايا دايرين قيشي واحد وربعين واحد يستنى، العجايز الشيوخ عجوزة مسكينة ماهيش قادرة، شيخ ماهوش قادر، واحد مخلي صوالحه، واحد مخلي خدمته، واحد راح له الجورني تاعو، علاه باسكو جاي يخلص، يعني هذا منكر، هذا منكر سبحان الله، يعني ما عندكمش مخ، ما عندكمش عقل، ما تخموش، ما راكمش تشوفوا، سبحان الله، يعني دوك تدخل شافت سيرفيس يخرج ما تحلالوش لو كان ما يشوفش الغاشي، يستنى باش يخلص. نتحدى أي واحد هنا راهو يسمع فيا، أي مواطن يروح له باش يخلص المولى تريسيتي يلقى الكيشي باش تريكلامي 70 واحد، ولاكاس دايرين واحد، واللي قدامه ما كاشو، وهذاك اللي دايرينه في لاكاس هذاك ميت، تقول زومبي، ما يشوفش مليح، ما يجي يقرا الورقة، وما يجي يحسب الدراهم. وما يجي عبز القفلة يقعد معاه واحد نص ساعة، يا عجبة هيا ايماجين دوك انت يا رب العالي تولي بلينار، يعني وين تروح؟ كاين طوابير هاو تقدموا وتحضروا وتقعدكم طريقة حضارية سبحان الله، راح تكون انت الانسان الاتريسيتي اعلموا الافونس، بالك سيدي دارو غايب، بالك ما لحقتوش، بالك جيت نترميدها وداها الماء، بالك داها الريح، يا خويا نجيب له ورقه نحطها له، قال خويا دير حسابك الاسبوع القادم راح نحي لك تريسيتي، يدير حسابه ولا راح نحي لك الماء ولا نحي لك الغاز ولا، يعني يكون على باله، بالك هذا السيد غايب ماهوش هنا، بالك حاجه، يعني تكون طريقه حدا تعب الدنيا، علمتك وانت ما حبيتش تجي تجو لا باش تجي تجو باش تكوبي تجي تجو تم تكوبيوها، سوا ما ولا تريسيتي تجو تسجلوا تكوبيوها، تروح تريكلامي تقول له دير دوموند، علاه ندير دوموند انا عندي ديفيز انا يا ولا وعلاه ندير دوموند انايا ما فهمش، نقول لك هاك غلط تقول لي دير دوموند كتبها ونبعت، علاه لازم نكتب وتبعث لي ندير فوتوكوبي ونجيب فوتو تاع لاكارت ونجيب خرج قدام من القبر، وعلاه لازم هاد الامور هذوما؟ علاه؟ علاه هاد الماء؟ هذا منكر هذا اللي راكم تمارسوا فيه، هذا ظلم، هذا وضوح ربي يحاسبكم على الشيء اللي راكم تمارسوا فيه، يعني ما عندكمش ناس عندهم مخ، ما عندكمش افكار، ما عندكم والو، يا اخي كل السيستم كل ستاك تاك 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 روح تاك 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 روح، علاه تشدني نص نهار انايا وتشدني نهار كامل وتبعدني نروح جيب ورقه فوتوكوبي على الورقه على الروسو، عاود جيب لي الروسو الجديد، عاود جيب لي الروسو القديم، روح صور لي الكونتور، عاود ولي عاود دير، علاش كاع هذا المنكر وهذا الشيء يا خويا؟ وكيفاه يا عجبه تلقى انتيا ماكازا يبيع الحوايج وخمم كي تجي تخلص داير لك خمسه باش تخلص، داير لك خمسه باش تخلص في لاكاس، انت مؤسسه وطنيه سبحان الله داير لي واحد انايا، علاه هذا منكر هذا؟ علاه انا نضرب نص نهار الرب العالي، علاه نضرب نص نهار انايا؟ من ما فهمتش انايا، ما عندكمش مفكرين، ماكمش تخموا، ما راكمش تشوفوا، ما عاجبكم الحال، ماذا بيك انت المواطن تشوفوا مواطن مع مواطن، من داك انت يا دايرين زوج كيس هنا وكيس هنا، هذا بلي منا ما كاشو ما نعرف كاع وراه يدور، راح خلاه صعب ويروح، يعني يخدموا بالنفحه فاهم، يعني شغل زكاره، اقعد هذا اللي قاعد في القيسي يقول لك هذاك لو قاعد يقول لك خليه قسامه يقعد هنا نهار كامل. خلي العجوزه هنا تقيبس، خلي المهم هنا ما مو عجوزه مسكينه ولا شيخ راه قاعد فيه جار يشم في الهواء ولا في البحر ولا راه ما شوي يتمتع، مسكين يجي يقعد نص نهار، على غالب ولاده خدامين يباتوا مسكين هو قاعد يروح يقعد نص نهار وشهد ورقه باه يخلص، وما يعرفش وما يفهمش، وزيد ديرونجي تقول روح دير فوتوكوبي، روح دير كذا، وما يعرف والو هو، علاه تعذبوا في المواطن هذا؟ علاه خويا؟ وعلاه الرب العالي؟ وعلاه ما نستهلوش نكونوا متقدمين؟ ما نستهلوش امورنا يتحلوا، ما نستهلوش انو نتهناو من المشاكل هادو، ما نستهلوش انو نتهناو من هاد جدي ما طلعشان هذايا، ما نستهلوش حنا، ما نستهلوش دوك حنا مع من نتكلموا معاكم ولا مع السلطات ولا علي من نبعثوا الميساج هذا انو حريق الرب تري احنا دركم في الدراهم، انا جاي انا لا في الدراهم ما نخلصك، دير لي خمسه راكاس خليني نخلص ونروح نخدم صوالحي، جاي نمدلك دراهم ونهاري روح، بالك عندي رونديفو تاع طبيب ولا عندي حاجه، لا نقعد نهار كامل يتحكم لي نار شعري يشيب نتقلق نمرض نولي ما نعرفش دير ريكلاماسيون على من بعد نشوفوا نخلطوا نديروا لك مع الفاتوره الاخرى ومن بعد نبعثوا لك مع الاخرى بعد ما كاين والو نقعد غير نتبع فيكم انا ما نطوروا وتقدموا راكو شركه وطنيه طوروا وتقدموا ديروا لنا خمسه يخلصوهم ونروحوا كثر خمسه ديجا هذه الشركات هذوما فيها 7000 خدام ويخدم غير 100 واحد 5000 كاع راك ديروا يدوروا لداخل ما نعرفش كاع وراهم ما نجيبوا هذوك الناس يقولوا لهم ديروا كثروا لي قيشي المواطن هذه مؤسسات تشد دراهم احنا جايين تشدوا علينا دراهم دير كثروا لنا الناس باش تمتم يسهل لك هاك هاك طب خلص روح هاك 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 طب 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 طب, طب روح ايه يا سي بابا وصيب هذايا هذا هبال هذا روح خلص ريسيتي نضرب نهار الو
اليوم صبح لي ما نتلاقاوش، انا خلصت لي سيتي. ايه ادعي لي، ادعي لي ان شاء الله لا ما ضربتش كاش 10 ايام ولا عند هنا في راشان. ها ان شاء الله. ها وحده تقول تقولوا ادعي لي بلا ما متش بالك نموت ولا كاش حاجه، اسمح بيناتنا وتعاد خلص غير تريسيتي يا رب العالي. دول متقدمه راقد راقد ينو داك دي خزر في التليفون طاك 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 يخلص تريسيتي. واحنا ما زلنا في العصر الحجري، ما لا بدا بكم تطوروا وتقدموا حسوا بهذا المواطن. المواطن هذا راهو عيا من لاشان، رانا نجو نخلصوا تريسيتي رانا نضربوا نص نهار. دوك حنايا دوك انا تكلمت معاكم انتوما مره جايين بعد الميساج للسلطات، وما دابيا انتوما اللي راكم تشوفوا فيها يا مواطنين تفاعلوا مع الفيديوهات باش يوصلوا. اي نهضر على جالك انت وعليا وعلى هذاك وعلى هذاك، لازم تعرف باللي الحاجه اللي تهمنا لازم هي اللي نوصلوا الصوت تاعها باش نوصلوا وحده تشطح. يا سلام عليكم.